أهلا وسهلا بكم في قناة جمال علاء الدين. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر إعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ما نمشيوش بعيد، ما نطولوش، نستمعوا كاملين الخطاب التاريخي ديال دونغ بيغ الذي وجهه إلى جميع الروبطة الجزائريين. نستمع إذن. كما قال دون بيغ بأن الرئيس تبون وعد الروابط الجزائريين بأن أي رابور أي جواب المغاربة ويسبهم ويكلاشيهم أي منحو 1,000,000 دينار جزائري. دون بيغ عنده رأي آخر، نكملو نزيدو نستمعو. الرئيس تبون قال 1,000,000 دينار وسي البيغ 2,000,000 دينار. منتدى واحدة تشتغل الأوطان.